يوم بين حارم، كل يوم بين حارم بسكوت هيك شيء. أبوي مرضان، أبوي ما في مشتغل، ولا أنا بروح مشتغل، أنا أخوي بروح مشتغل، إذا ما رحنا كمان بيضرب. كيف حالكم؟ بقول له سيئة، عن عم بيشيل بيشتري مني محارم وبيقول لي روح. وحالنا كثير سيء حالنا. خفت تشوفي أمي، هي أخذتنا وهربت منا. تشوفي عم يذبحونا بالسكين للعالم، كانوا ذابحينه ونزاتين على السيارة، هي إيدهم هيك مكلبشين، كانوا فيهم طلقة هيك، واحد فاتح راسه، واحد هيك شنو، واحد تم يعني شي 15 كانوا ميتين هيك اللي رايح راسه. لا ما بنسى لأنه شفته بعيني، صار 3 سنين وبعد من ناسي. أكيد شيء أكيد صعب، مو شيء أكيد صعب. كنت بلعب بروح على المدرسة، كنت بسوريا كنت بروح على المدرسة. إذا هن عندهم فرصة يساعدوا، بقول لهم ساعدونا يعني طلعونا لبرا يعني نروح ندرس يعني شو ما كان، نضل هناك يعني أحسن من هالعيشة.